ينفيس تلميذة المعهد النموذجي بمدنين رفعت علم تونس في تتويج عالمي لتحصد المرتبة الأولى عالميا في مسابقة الأولمبياد الدولي للغة الإنجليزية بلندن بمشاركة 55 دولة، والتي انتظمت فعاليتها الأسبوع الأول من شهر أوت الجاري ببريطانيا. كي هما خرجوا علم تونس هي كانت فرحة معناها أبار أنه باش يعنوا على اسمي ولا لا. فيه شفنا معناها المرتبة الأولى بتونس لكلنا صحنا معناها ومعناها كانت فرحة خاصة كيف أعنوا على اسمي، يعني كنت حاسة أنه باش يعنوا على اسمي، يعني كنت نستنى فيها اللحظة هيك، والحمد لله معناها أعنوا على اسمي، كانت فرحة كبيرة ياسر. فوز آية لم يكن اعتباطيا بل مستحقا، خاصة أنها متميزة في دراستها واستعدت جيدا لهذه المسابقة مع عائلتها التي دعمتها وشجعتها. صغرى معناها تحب الإنجليش وديما تحكي وديما نتكلموا في الدار وكل وتتابع وكل شيء، هو غرام باللغات الكل. آية تحب فرنسي ألمان أونجلي كل تقرأ فيهم، كل عندها فيهم شهيد. ووقت لي سمعنا الفكرة الكومبيتسيون عن طريق مدام ريم معنا في مركز النجاح، لقيتها فرصة معناتها، فديما نشجع فيها ساعات حتى هيك تجي تقول ماما هو دوفرات وترشنوه خلي نقص ومش لازم الكومبيتيسيون، نقولها لا. نحلم انه نقرا في بريطانيا نكمل دراستي الجامعية غادي، فكي معناها جات المسابقة هذه شاركت ما غير حتى ما نعرف انه معناها في النهايه فما منحه جامعيه هي تكون معناها جائزه الاول عالميا. هذه التلميذه تميزت هي وعدد التلاميذ الاخرين من ولايات الجمهوريه ممن مثلوا الفريق التونسي في هذه المسابقه لتكون المنافسه شرسه وقويه. 17 تلميذ تحصلوا الكل على ميداليات مشرفه جدا من البرونزيه فضيه ذهبيه، وتحصلت آية على أحسن رتبة اللي هي الأولى عالميا ما بين 55 دولة على العالم. الحمد لله معناها هذا تحققت على الجدارة، خطر هي ما شاء الله مثابرة، واللي لاحظوه الأساتذة اللي هي معناها ما شاء الله مركزة واثقة من روحها. حلم أول قد تحقق للتلميذة آية نفيس في تصدر نتائج مسابقة الأولمبياد العالمي للغة الإنجليزية بلندن، ولا تزال عديد الطموحات ستسعى لأن تحققها في مستقبلها الدراسي، فحظا موفقا لكل من يسعى للتشريف تونس في المحافل العالمية.